ما
فيش شيء هذا مريض ما يصلش او هذا مريض ما يصلش او هذا نقص ما يصلش او يعمى لا مازال مازال صاحب العطاء خف عليه الله العباده ليس على الله يحرج او يعمى لا ما حرج او يعرف شي حرج ما يهتمش به خف عليه الله يا سبحان الله نعم ما قالش شي عباده اللي شكون فيك اللي شكون عند الصحيح شكون عند الله لا خف عليه سلام قال يا رفاق ورحمة من الله سبحانه وتعالى احتسينا عمر رضي الله عنه قال ما عرف طالع شكي يريد كيسعى قال له كاسعى كاسعى يريد قال له شعني قال له باش عيش انا كيف انا كبرت قال له معار علينا نخذوا من بيتي كيف الشباب قال ونضيعوا في الشيخ قال له قال له ما نضيعش سبحان الله يا سلام يا سلام فك عليه يا سلام والله يحفظكم يا صابر راه الانسان شنو يسمع الله صحيح ولا ولا مريض من الحياه حياة كل عائلة في الآخرة هذا الشيء الله سبحانه وتعالى زينا للناس بالشعر وثنيا النساء والبنين والغناطين والغدرة يا من الخير والسبب والحفظ والنعم ذلك متاع الحياة الدنيا الإنسان دائما عندما تستدعي العناصر من فرق الدنيا في الدنيا رمشي رمشي بخير ربما تكون عنده عنده المال عنده ولكن يكون ناقص هذه الحياة يا سلام والعمد المال وناقص الصحة والعمد الصحة وعنده وخصوص المال هذه الحياة واحد عنده الصحة وعنده المال ولكن شو السعادة في السعادة هذه الحياة الجلالة يقولوا بالعلي جينا تشوف الشعب اللي استرعى نصر أسباب بشرية كل زمن وكان وعصر ومصر جينا تشوف الشعب يبدأ الحياة مجموعة تستدعى نصر المال البنين النساء ولكن في الآخرة والله عندهم حسن المال هي دار الأمان وهي دار الآخرة دار الأمان إذا كان مثل الجرح علينا هو كيف تفرق فاز إذا كان ما في أمر ما في أمر وإذا يقول الحكماء وصبح أربعة أربعة وصبح النوم للقبر أنا ما كانش نعس أسمع يا سلام يا سلام نعم حيث من كل أحمر وصبح النوم للقبر والراحة للسراع من قطع السرع كما قال سبحانه وتعالى فمن جرح علينا وكيف تفرق فاز يا سلام مخدس عم يدخل الجنة وقع الأمر ولا عمى ولا فقر ولا ظلم ولا يا سلام فز يا سلام وزر الفقر للميزان الميزان يوم تجد الحسنة الفقر ليس الناس يكتبون الخير وكان ربما بين معاشي فانت الخير لحقه بشي من نير ولا بشي ولا كلا يا سلام من الله قال من جاء بحسناتي ما غشي نعمل حسنة الدين حسنة والصبر وصول ما تفخرش فيها يا سلام حتى الأخير الأخير بيسأل يمين والطاعة والحسن وأخر بين الشيء الثاني في الدنيا والقلوب ها أنقرأوا كتابية إني نطقني ملاقي كتابية وفر الساعة أما هنا إيوة كتاب ما تنقص من معروف شيء وتأخر بوجه طيب يا سلام غير اسمع انصح يا سلام معاناة الدنيا أصبر ولا تصبر يا سلام حتى الأخير وهذا اللي ساعدها عادي عادي ها وقرأوا بذابي إني لنطقني ملاقي إذابي يا سلام والنعيم وقل نعيم في الجنة نعيم الدنيا بشخص بيعشوش خذ منهم كيف ينظر عن باب بذابي الضرورة بل نعيم الدنيا ما لا ينرأس ولا نعيم آخر أكبر نعيم آخر ما لا ينرأس ولا بلي سمعس ولا خطأ عن خلبي بشعر يا سلام سلالي وسوكي أربعة أخلي أربعة حتى أربعة 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 في الدنيا جنيه من خزف هذا في بيت الأخيرة من الدهب الراحة ما في نشط ويحتم وليس أمومك أحنا من أحبائي وأخدم عمل قلب عن الله كان أساسيات وخير خط الله فعلا على الناس أحنا عن لا نعود القرار يا سلام خلال وهي بيت الأخيرة وفوز أكثر على هذه الله يجعل لكم من الدائزين من الصور كلها مع الحياة على الحياة مع الحالي الحياة الأدب وألم يخفي بأمل وأمل يحقق وعد وعمل به الأجل وبعد ذلك كل يسكن يسمى بعد من عمل مثقال الرصيد كان من الحياة ألم فيها ألم فيها المرض فيها النار فيها الفقر فيها يا سلام سبحان الله فيها ألم ولكن ذاك الألم شو يكفي الأمل يسمى في كل وقت يكون نقص لا تكسب من الحياة من يوجد وتكسب من الحياة تسمى يكبر يسمى تعب من الدنيا حلوة خلق كما قالش رسول الله الدنيا حلوة ذو الخلق طريقة كل شيء يسعى سيرة المرأة والرجل والناقص والعناء كسبوا يشتاق الدنيا من دخل مادة للعيب لا بس نسمي تيجي ممكن يجي مسيح كيف البدر الطيب مثلا الأخير بدل عالمي دولوه كان عنده المرأة العالم في
الكنيسة تحاول عافية يفعلوا يقول عيني عافية نولف عشر من أربعين عام ستين عام ستين عام على حسب العمر بين أمة محمد رسول الله عليه السنة أربعين عام دخل الكبير ما يسخاش معه ما يسخاش غير تلقاهم بغير العافية ما شاء الله قاعد يروح تيموت تسرع ويا الله سبحانه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث إذا سألتم الله اسألوا العافية العافية مش أحسن العافية العافية ما ماشي كده سألتم الله اسألوا المال أو هذا هذا لا لا المال شو المال من شيء مش معقول المال والمال من حرام لا لا المال شو من الروح هو بيعطيهم حياة ويا أحبابي كان شو معهم من شوش ويا فإنت مش يا العافية إذا سألتم الله اسألوا العافية وزي ما قلت سيدنا رسول الله الكلمة خمس قبل خمس الثاني خمسة من يجي خمسة الثاني سقام ولا سحاتي قبل سقام يعني السحاء والثبية ربما يسعنا أو سيد سحاية أو زين بعد مدرسة أو نعم يا سلام ثاني يا تشعر مثل الثاني من الحاضرين لذاتي يا سلام سبحان الله والثاني غناء قبل قطع ربما يكون في الدنيا راني من دون نعم يا عبد الحرامات ربما يجي قطع شنو قطع حياة شان غير لفقع يسعى في الناس يقول لك الجلوس يسوي لك شغل الشهادة عنده والشجون عنده والشهادوي وبا وشهادوي ولكن في هذه الجزية لا بد من الفقر تعرف تعرف المصاري كلها يا سلام فلان يقول لك وثاني الشباب طلع حرام يحتوي شاب مرات بدري يجي يعطيني سيجارة في الحل يا سلام ان الانسان يعيش بين ضعفين ضعف طفولة يفقد الانسان طيب ما بقاش تاكل مو بقاش أو في تفسر 20 عام 25 30 35 40 صاحب 40 عام تتعب عليك في البيت بعد 50 60 سنة في شهر اللي بقى يا ضعف يا شفاء وحوشي يا سنة اسمي من ضعفين أكبر سيدات بلوك بس هي بعين هنا ميت مصحيح نجد ثلاث صحة 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 الحقيقة الأخلاق المعاملة اختم هذه الوظيفة الأساسية لك عشان الله سبحانه وتعالى مش في عام مضبطة لا شغل لا بد أن يعمل شغل يا وفي الوطن سوى الليل والنهار لا بد أن يشتغل هذا الفلاح من شهر هذا الدكتور هذا الانجنيور هذا يحتاج له كل واحد يشيل ليه واحد يطلع لنا عشيه كيف 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 هو في الله تعالى هذا السياسة هذا كل الوزير اللون الأعطى كثير نعم بشير ايش فقال له الوزير طيب الشيء المخدم وراقل كل هذه الحياة تسمع لي بس مين يسمع وما خرجنا نساء الا يعبدون مش كيف يكون حياه ولعباده تدرس عباده وتصنع عباده دكتور في عباده ونجيب في عباده الشرطه في عباده الحاكم في عباده المراه الطيبه في عباده دكتور الله في عباده هذا ما كان لا ما اجلنا في الشيء والشيء سنه خير يسال ما استطيع الا فقير من راس الله بل بفعل ياسين على خارج عبد الله كلها خارج في عباده تطيب بها تطحن معقول تطحن بها تزرع الحسن وتزرع القران يا سلام العشق الله تعالى حديث عن الله تعالى العشق الله العباده يا سلام الحياه المؤمنه كلها عباده يا سلام تعيش انسان تشي بين ناس مهم يا سلام تعبير عباده خدمه عباده ماشي مش ليس صلاه عباده معقول حياه المؤمنه راح نصل لا ليس في روح نسوي روح نبان نجري سير انا بلغي صلاه سير تخدم خدمه حرام سلام عليكم ولا بس نعرف شو هي العباده مش معقول حياه قبل الماتي خدام قوميسي قبل الماتي
اش نقول ولتقوموا في الاهل الباقيه للمسلمين على الضرب كيف عم نشوفها على الضرب الحق ما يدريش المراجعه تاع الحق ما يدريش وهذه برد مقام مثلا او شجاع او قوي او عادي او مستريح او عالم الشريعه فلازم تستريح الامام مالك الشافعي هذا الضعف اللي لازم تستريح مثلا التربيسيات او مصطفى بن نسر او عقبه بن نافع او شخصيه او يعني او في الابطال ديال العجم نابليون مثلا او شارلومان او اليكساندر ما كانش يسمي مثلا جمع المنطقه وفرج بلشيمو تعشروا على الفرنسا يزاد تقريبا في كل عشر سنوات يكبر شاعر او كذا او غني او بقى كيف يوصل جاب المعاناه كان يعني الشعب كان هو زي المعاناه ديال الحياه كان محيط يا سلام الناس يحبوا يا سبحان الله نعم بل معاناه وخدم اخوانه ما شاء الله ولكن شو اللي ينسي كان الم في البر هذاك الامل غادي يكبر لي خطوطه وفي الشعر غادي يحتاج غادي يسجل فلوس المال والتربيس تاعك مش حرام مزيان مزيان سبحان الله سبحانه وتعالى كيفاش نستمتعوا واش نقولوا واش نستمتعوا ولكن شو يا سلام الغرض في سيدي عبد الله انه يستمتع في انسان يخلقه اللي جابوا اللي جابوا على الضوء فيه لهذا الوجود وجود يا سلام الله عليك هذا الشيء لا قالوا سيدي تاع الوجود هو الحق المادة والشرب والصبر وعرف النساء والحرام هذا قتل قالوا بعد فين انا حي العبادة الشرني يا سلام على الوجه وكما الله سبحانه وتعالى ما يخفناش ما يخفناش فرنا ريحنا الروسي لا وقتنا وقتنا الواحد وارد مهمة عظيمة جنية وهي العبادة وهي العبادة راه ما نعتبروش هذا يقول ربي انا مزعمة انا عرش انا مسكرة انا لا ما يمكن ما يقدرش معك لا كانت جزائر كما جاء في الحديث مع رسول الله ركع القدم اعتادت تغلب السيلو ما تكتبش السيئات والحسنات عن الانسان لا شو ما فيها كان فيها كان مشغول فيها كان محيط ما عندوش عقل فلا تقول الناس تتراحم مع بعض اللي هي المقولة يا سلام او غير نصاب يسير مثلا مثلا بس شيء يلي بس سنتسجل يدير ما في درس أو غير الناس ركع خلينا نعيش ومن يوم وعلي ما بيش على بيرسي حسنا نسيم أسرع كل يدير بعرش بروها وبدل يا سلام نحن عرش كيف نحل الحرام يا سلام أنا تسيفي وواحد يا سلام الحرام كل شيء جلال الحرام بس يقول أبني وعلي جاء تقول الحرام القطع جلال الحرام إلى حسين تبتني كيف يحكي على وحدة ويرمي تنجل لهم تسعى كيف يحفوك تعفو حرام كيف تعفو الصح فكيف بالبشع يا رحمة الله عليك ما قد يحسن القبر وحسن العبد يا سلام الحق ولكن ما شاء الله قلنا إنسان مخالف يا رسل ويسوق متبادل أو لخويا يسأل الدنيا ألم ولكن في الألم شو كده في الألم شو كده في الألم طموح فيها يا سلام سبحان الله ده في الأمن عرفني شو كيفي شو كيفي الأمن يا سلام أوه والأمن عرفني شو كيفي الأجل صاحب كاسم الحركات تسمعني ويسرق كل من الدنيا يا سلام وفي الآخرة وأكشف في الجنة حياة ولا الآخرة فهي لك من الأولى ولا الدار الآخرة لأي حيوان وكان يرمون يا سلام سبحان الله سلامي أما أما تسليف الشرعي في الجنة الله سبحانه وتعالى راح توحد يعني توحد في مسؤولية الله سبحانه وتعالى يقول يعني كما قلنا يعني الإعمى أو كذا أو كذا كما جاء يقول بس عارفين نعمة الصحة أن رسول الله فيه نعمة الصحة ثلاثة بني إسرائيل رسول الله فيه نعمة الصحة بني إسرائيل ولا عارف أي معنى المنذر ثلاثة واحد كان برص وواحد كان أخع وواحد كان إعمى الله تعالى الفقر جيني الفقر جيني والمرء شفت الله منه يصبر الشريف والصبيح دولة ما يصبر الصبر الجميل ما يصبر شفت ماذا من ما تقول الشيء يا عبد الله ما لم يشيح نفسي من الفقر لا فقر شعر يا فقر كذي الدنيا يا وفوف كذي على الآخرة ما تقول الشيء الدنيا أنا أقول لك الدنيا وين نصرع نفسي حوكي نصرع أنا أحسن نفسي نصرع لا لا قبل ما تنشي مع الفقر لا تنشي مع الفرعية الفرنسية أنا أقول لك أشياء طيبة من الخريج وكذا بشكل ليس العبرة لا تطلع الشعر ولا عافية يا سلام الناس ما تعرفش شو يسمعوهم ريحة الراس تهيبوهم ما تعرفش شو الناس اللي تفرعوا على الناس وحدي أو تبغي شي شعر يكون زيادة جميل باش تستمر عند حلم تستمر في اجتياز واقع دوز الرسول صلى الله عليه وسلم صافي مع الشعر نبات مع الفاتح
ظهر الحق فحسي إنسان جهيز أو كثير يفرح يا سبحان الله الصحة تات على رؤوس الصحة لا يرون إلا مرة يا سبحان الله وسعد الميزان في نبينا يا طيب سبحان الله دوز على رسول الله شعر من كل شعر قالوا شو الناس اللي ماشيين يشتركوا قالوا لهم نعمل القرآن تلتقوا في عفن وفي بركة شيء يلقى جمعوا قرأ أشياء يعني حامي يا سبحان الله وداتوا قال سعاد قال سعاد قال سعاد خلاص يعني مرة خلاص قالوا لي كيف شيء عفن قالوا لي سعاد هذا الشيء هذا كان كنا نعطيه ناس كثيرين يعرفوني فكشف اللي شفنا العريض الجديري والشيء اللي يكون في العرس مزيان نقيس قال لي سعاد ركبنا نعمل جد في شعر كان يا سعاد فرحسي يعني قال لي سعاد شو في دركته كان قلنا سيدي في تشيك الشمال جاب لنا كحالي التاريخ وداتي داتي العلماء من تشكيل قالوا لي نعمل شكيا معنا الحلوة بدوري ديبيان نسكي شكرا يقولوا الحلوة منهم عبد الحلوة ربي شكرا من ناسو وفي شكتوني وفي مرحبا وفي حليل عيون وفي شكتوني يا فرح ايش يا سلام قالوا شو تيجي على كميتا قالوا لهم اللي تشكلهم يا نعم فاقع جاب لي عظيم عشاء ورد يا سلسو داتي وما شاء الله هذا في الولاد لعطاه بحر ولعنده باب وفي خامي ميدا مدى يا سبحان الله طيب عاود يعني الشمال ولا عاود يعني تشرح لي البيت مش عارف فقر ودعو انا صحابه يا داعي اي ولد عاود يعني تشرح يعمل يقول مصروفه ولا عنده انا فاهم داعي ده ساعه تسجل في السينهار الشيخ سوم قالوا زعما تسجل الشيخ سيدي الساعه وفي امرين حقهم للسائل والحكم سيدي مليك الشيخ مبلع وسيدي الله زعب الشباب مطلع بكتحيل فقر يا سلام بغم جل عن الفقر ده بلور منع جل عن الأبرس ده بلع الله أنا راني عبي مستدري أنا غير مفتح ومفتح يا الحبيب أنا شكلها جل فقر عادي جل حيث يطاق بلع أنا راني حفظ السفاج للمجر أنا صفحة للحروف هذا المفلوس وده عظمي ساعدين لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.